كيف ما كتشوفوا السيد اللي هبط باش يجبد يعني الطفل ريان ما توفقش انه يجبدو، يعني مازال القضيه يعني معقده شويه على حسب القول ديال فريق الانقاذ اللي غادي نمشيو عندهم دابا ونسولوهم ونشوفوا كيفاش دازت هاد العمليه هذه، لان شفنا طلعوا وتيقول بانه راه ما قدرش يوصل عنده، بقات بينه وبينه شي 10 متر او 12 يعني على حسب ما سمعنا. دابا حنا غادي نمشيو عنده ونشوفوا لانه صراحه القضيه صعيبه، لان تيقول بك كاين ضيق يعني ما قدرش يوصل عنده، صعيب صعيب جدا. فبالتالي القضيه ولات معقده، تيقول بانه المحاولات اللي داروا كلها فشلات. فكنتمنوا على انه يجي شي فريق انقاذ اللي متخصص بادوات حديثه من اجل انهم ينتشلوا نشوفوا شنو يقولوا دابا. واخا ديرها ولد على راسك ولا درجه انفا لا والو انفاس ما غادوصلش ما غادوصلش انفاس خصني تعطوني على راسك. ها كل بوي كي جا شوف ولكن والو واحد الساعه وقفت. احنا معاكم احنا معاكم. يعني حاولت بقيت كنكومونيكي مع بابا تشارلي في الراديو. انا صيفطوك على راسي ما عاد وصلتش. قلت على راسي كيفاش غادي نرجع؟ شوف مسكين. شوف انا فضلت نهود على راسي من اول مره. وشوف اذا كانوا هبطوني على راسي من اول مره نطلعوا. دابا ياك هما انتم هبطوا خمس مرات. الاختصاص نقول لك نهبط على راسك صعيب. وقع لك اول ايموغاجي هذه 30 متر. التنفس صعيب من تحت. برجلك تحاول تحفر برجلك باش يبقى على العموم التجربه الاولى هبط على الميترو يعني عماد واخا تخرج خرج الله يرحم والديك اجي تكلمنا على الميكرو مازال حي الميكرو ديالي استجبنا لا بعد محاولة أكثر من 5 مرات كنعيط عليه الطرف ما كانتش شي استجابة، ولكن كاين الآني يعني الآني ديالو كيبكي كامل. حتى اللي قربت عنده تقريبا قتل بينه وبينه تقريبا مسافة ديال 10 متر حتى 9 متر. ولكن بلاصة تحتيها واش حاول يتجاوب معك؟ لا عيطت ثلاثة المرات ما كاينش تجاوب نهائيا. المشكلة دابا واش كنوصلوا للقاع راه المسافه كتزيد الضيق، تعرف البلان ديال السوندا كل ما كنهبط كتضيق. حاولت نحفر برجلي حفرت برجلي واحد جوج متر، ولكن بالنسبه للاكسجين تما في التنفس صعيب. حيت طلعتي ما كتنفش التنفس صعيب بصراحه تخنقت نتا حيت انا سمعتي تما كاين كبير. عماد شنو الاسم ديال الجمعيه ديالكم؟ جمعيه تفشوي الرياضه الجبليه والبيئه. واش سبق لكم عملتوا شي محاوله بحال هذه؟ سبق لنا تدخل ديال الانقاذ الجبلي بحال هذا، وكنديروا تدريبات ديال الانقاذ الجبلي وديجا انا مسعف في الهلال الاحمر المغربي. عماد واش هتكون شي محاوله اخرى ولا؟ ما عرفش انت مستعد؟ بالنسبه لي انايا كنقول راه ما يمكنش تكون، لان الاجماع بلاصه مضيقه ما عندهاش شحال هوت قلت لنا ما يمكنش تكون شي محاوله ثانيه. 25 متر قلتي 25 متر والعمق ديالو 32 متر دونك قربتي، ولكن بلاصه متفق مع انفوسو داوود صعيبه ضيقه بزاف ضيقه قوي. اذا شنو كتقترح في النظر ديالك؟ ما عرفتش صراحه.